خسائر مادية فادحة وفوضى عارمة خلفتها سيول الأمطار الغزيرة التي من الله بها على العاصمة صنعاء خلال اليومين الماضيين، أبرزها جرف العديد من منازل مديرية بني الحارث وقرية القابل. الجهات المعنية عزت أسباب هائل اتساع رقعة البناء العشوائي في مجاري المياه أو بالقرب منها، في حين أكد الأهالي أن مجاري السيول كانت مغلقة بسبب الإهمال الحكومي. أول أمس وقع شيء في المنطقة، سحب أموالنا وثمارنا وكما تنظرون الأضراء، وغير مجاري الشيء من السوائل حق السيل إلى بين السماء. هذا الموضع كبس حوالي 7 متر. سنا نعطي شيء ولا ما لقينا اشتايزل ولا بزرو. اليمن مشلو من حين جت حكومة الوفاق طحفرت اليمن خلاص طح. قرابة 222 منزلا في قرية القابل تضررت بشكل كبير جراء تدفق السيول عليها، وغمر البعض منها بشكل كلي، في حين لم تحرك الجهات المعنية ساكنا حتى الآن. كما ترونهم بإتلاف المواضع والزراعة والمباني، نرجو اهتمام الدولة والمجال المحلي والمحافظ وناشدهم. نرجو من الحكومة عليها الاهتمام بالمواطنين ما لم عليها الرحيل، عليها الرحل في أقرب وقت، لا تمر البلاد ولا العباد. ويبقى السؤال، هل ستستجيب الحكومة لصرخات المتضررين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من منازلهم وتقديم المساعدات العاجلة للمشردين ممن فقدوا مساكنهم وكل ما يملكون؟ وفي النشرة أيضا، لكن بعد